خاصه محمود وحيد. يعني اتكلمنا على محمود وحيد، ولكن بيكم خدوا عارفين امكانياته بقيه اللعيبه، لكن محمود وحيد كان غايب بقاله فتره طويله. طبعا طبعا، وانك بتلعب مكان نجم كبير زي علي معلول، وكان ايمن اشرف كان مؤدي فيها بشكل كويس، انك بتظهر بهذا الاداء اعتقد مكسب. ان كمان انك بترجع محمود وحيد كمان انه يخش في التيم. انت عارف يا هاني انت في الماتشات اللي هي يعني كابتن اتفضل دي صح مليون في الميه صح. ليه؟ لان دي دوافع جديده، كل واحد بالاضافه انه عايز يكسب المباراه، عايز يثبت نفسه طبعا، عايز يثبت نفسه طبعًا. ان انا كنت بعيد طبعًا. وان انا كده واول مباراه ليا ولازم ان انا اادي. فالدوافع لهم كمان كانت عاليه قوي صح. يعني دي برضو كانت مع النادي الاهلي، بس طبعا كانت كانت في نقطه نقطه، هل هي ما ممكن يبقى خمسه جداد يا كابتن هاني يا كابتن رمضان سامي، ان ممكن ما يكونوش مندمجين في الناحيه الخططيه، فده شغل المدرب صح انه نجح فيها. ما ممكن اجي انزل خمسه جداد والخمسه ما يندمجوش مع الخمسه التانيين. عشان كده كابتن فتحي كلهم كانوا موجودين في بطوله زي المونديال بالزبط. يعني انا شفت محمود وحيد كان فتح اللايف على طول، ما بعدش قوي عن الفريق بالزبط. ولما دخل في ماتش المريخ لا كانه ما غابش الفتره اللي فاتت. وخلي بالك ده شغل كده، ده شغل التدريب حق كابتن فتحي بيتكلم على شغل المدرب ليه أكيد. لان في فترات كتيره لعيب الكوره لما بيقعد بره وبيجي يخش على الفرقه بيخسر رتم الفرقه نفسه، بيخسر البوزيشن، بيخسر التكتيك. فاعتقد ده كان الهرموني بيضيع منه، الهرموني بيضيع منه. بس ده بيتضح منه يا كابتن ان موسيماني مش مركز مع ال11 اللي بيلعبوا او ال12، ده بيتكلم مع الفرقه كلها على الفرقه كلها بتمرنه بشكل جاد جدا وبشكل هو قوي جدا. هو ده عشان كده محمود وحيد ظهر بشكل كويس. يعني انا اقول لك حاجه على محمود وحيد الحقيقه، يعني احنا النهارده محمود وحيد قبل المباراه كانت في ناس قلقانه لان هو بيلعب مكان مين؟ مكان افضل سنه لعب في افريقيا صحيح علي معلول. فبالتالي انت المباراه في الـ في الـ في كاس العالم للانديه الحقيقه لما علي معلول اتصاب انت عملت ايه؟ جبت خدت ايمن اشرف من المساك واديته باك ليفت. ده مش هيحصل تاني بعد الاداء اللي اداه محمود وحيد في المباراه اللي فاتت. مظبوط يا كابتن، برافو عليك. يبقى يعني خلاص عندنا بديل يعني علي معلول، قدر الله واي حاجه محمود وحيد، محمود وحيد هياخد في المكان ده. ده كان مهم قوي. طبعا اجايه برده كان غايب بقاله فتره طويله. ده حاجه بصراحه اجايه الذهب الذي لا يصدق، كسر كل اي حاجه بقى، علم التدريب كسر حاجات كتيره جدا. والله لان ده راجل غايب سنه كتير بس ما حسسكش انه غايب. 20 دقيقه اللي اشتغلهم في بطولة كأس العالم للأندية كان ليه تواجد وليه تواجد قوي جدا. التسعين دقيقة اللي لعبهم، الوقت اللي لعبه لعب مباراة المريخ بالثمان دقايق الاكسترا، ده في تميز كمان، ده عامل ظهور لكهرباء يعني بتاع واحد بقى في الملعب بقاله لكن ده مش بتاع واحد بعيد ابدا. تعليقك يا كابتن فهد. لا هو طبعا اللعيب المهاري سهل انه يندمج يا كابتن. طبعا يعني انتوا تعرفوا في لعيب بيبقى مدني، في لعيب مصنوع، في لعيب مهاري. اللعيب في الثلاثه دول هو من اللعيب المهاري. اللعيب المهاري سهل لما يرجع يندمج في الفرقه لان مهاراته بتساعده على ان هو يعيش جو الفرقه. اما لو بدني بس الفكر مش هيوصل مع فكر الفرقه، فهتلاقيه بطيء او تحس انه بعيد. بس هو جاي في النقطه دي كان بيتكلم عليها كابتن رمضان انه حتى على المستوى البدني هايل. هو لعيب مهاري يساعده انه هو تحت المواقف الصعبه يتصرف صح. يعني ما عندوش حته، لكن كمان يندمج في الفرقه البدنيه اللي البدنيه بتتكلم تحسش ان في فرق، رتم المباراه مختلف عن التدريب، وبالتالي هو تحس انه هو على طول رجليه في الملعب. فده كمان مكسب لينا لموسيماني انه على الشكل الخططي. في فوائد كتيره جدا، يعني بنتكلم مثلا على الاجاي الحقيقه يا هاني. أجاي كان قبل الإصابة كان مجهد بشكل كبير جدا 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 يا كابتن فتحي. حتى أداؤه مستواه كان نزل، يعني حتى في المباراة قبل الإصابة كان مستواه نزل. أعتقد حتى هو الفترة اللي فاتت الإصابة ساعدته إن هو طبعا يرجع تاني. نفعته. وفي نفس الوقت زي ما بقول لك هو لعيب كرة، أنا بعتبره من اللعيبة الجامدة جدا في الكرة في النادي الأهلي، لأن بيعرف يلعب الناس اللي حواليه ويعرف يربط مع الناس اللي حواليه في التلت الهجومي. ودي ميزه كويسه قوي صحيح. يعني ده في فتره كان عندنا علي معلول واجاييه كان افضل ثنائي مثلا موجود في افريقيا، يعني بيتعاونوا مع بعض وعاملين ربط مع بعض. ده كمان ايه، ده كان في مباريات الحقيقه كنت تحس ان هم بيلعبوهم مغمضين عينيهم غايباني حافظين بعض،
يعني في واحده خد علي معلول خد فيها ضربه جزاء وهو الراجل مديله ضهره راح حاططها له جوه 6 يارده علي معلول زائق واخد ضربه جزاء. ففعلا اجايه الحقيقه من مكاسب الكبيره جدا جدا عودته الحقيقه. طبعا بواليا